بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 78 بعد 200. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. فإن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها، وهو من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، وهم في ذلك وسط بين مذهب الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر وينفون قدرة العبد واختياره، ويقولون إن العبد مجبور على أفعاله لا اختيار له فيها ولا إرادة، وبين مذهب القدرية الذين يغلون في إثبات قدرة العبد واختياره، وأنه يفعل ما يشاء باستقلاله من غير ارتباط بقدر سابق من الله. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون القدر، ويثبتون قدرة العبد واختياره، وأنه لا منافاة بينهما، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، إثبات لمشيئة العبد واختياره، وإبطال لقول الجبرية. وفي قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إثبات للقدر السابق من الله، وارتباط أفعال العبد بقدر الله سبحانه، وإبطال مذهب القدرية. وفي الآية الكريمة أنه لا تنافي بين الأمرين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام كثير في تقرير هذا المذهب وإيضاحه على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. من ذلك أنه سئل رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضتين، فقال: هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي. وقوله: إن الله لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين والشمال، ثم قال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. فأجاب رحمه الله بقوله: نعم، هذا المعنى مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، مثل ما في موطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وغيره عن مسلم بن يسار، وفي لفظ عن نعيم بن ربيعة أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، فقال عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق الرجل للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وفي حديث الحكم ابن سفيان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا أبالي،
وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان: أحدهما القدر السابق، وهو أن الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال، وهذا حق يجب الإيمان به، بل قد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد أن من جحد هذا فقد كفر. بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون، أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون، ويجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك وأخبر به قبل أن يكون، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أحاديث بمعناه، ثم قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وأنه كتب ذلك، ونهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون. وقال: كل ميسر لما خلق له، وأن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. وهذا من أحسن ما يكون من البيان، وذلك أن الله سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه، وهو قد جعل للأشياء أسبابا تكون بها، فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب، كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها. فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوط، كان أحمق، لأن الله علم أنه سيكون بما يقدره من الوط. وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من الحب، فلو قال: إذا علم الله أنه سيكون فلا حاجة إلى البذر، كان جاهلا ضالا، لأن الله علم أنه سيكون بذلك. وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل، وهذا يروى بالشرب، وهذا يموت بالقتل، فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدا في الآخرة وهذا شقيا في الآخرة، قلنا ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء، فالله علم أنه يشقى بهذا العمل، فإن قيل هو شقي وإن لم يعمل كان باطلا، لأن الله لا يدخل النار أحدا إلا بذنبه، ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله. انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.